إنها الحرب في أبشع تجلياتها. الموصل التي احتضنت أقدم حضارات البشرية، هذا هو حالها اليوم. باتت بعض أحياء المدينة ركاما نتيجة تعرضها لمختلف أنواع القصف خلال الأشهر الست الماضية. لا تكاد تغادر سماءها طائرة حربية حتى تقصف بصاروخ يستهدف من تبقى من مقاتلي ما يعرف بالدولة الإسلامية المتحصنين في بعض أجزاء المدينة. استطاعت القوات العراقية طرد مقاتلي التنظيم من مناطق واسعة من الجزء الغربي من الموصل بعد سيطرتها على الجانب الشرقي قبل نحو شهرين، لكن التقدم تباطأ نتيجة تحصن من تبقى منهم على مشارف المدينة القديمة وداخلها. يقول العميد باسم أحمد عناية الله آمر اللواء العاشر في الفرقة الثالثة إنه متفائل بقرب انتهاء المعركة. العدو مجهز بعجلات، مجهز بأسلحة، بس الحمد لله إرادتنا قوية، إحنا إن شاء الله بالقتال ومحققين أكثر خسائر ممكنة بيهم. إرادتنا إحنا كسرناهم، كسرنا إرادة القتال عند العدو، فبقي أيام معدودة إن شاء الله وتتحرر كل أراضي الموصل إن شاء الله. تعزيزات كبيرة وصلت القوات العراقية التي باتت تحكم حصارها على من تبقى من مقاتلي التنظيم في المدينة. غادر نحو 150 ألف من سكان الموصل منازلهم التي سوي الكثير منها بالأرض، ولا يزال مئات الألاف عالقين في قبضة التنظيم. سألت المقدم على هاشم مدير شعبة الاستخبارات في اللواء التاسع في الفرقة الثالثة، ألم يكن بالإمكان تجنب هذا الدمار الهائل؟ الآن تقريبا الآن نحن في وسط الموصل، يعني المدينة القديمة أو الثقل المدينة، إحنا يعني كون المحاكم ومثل ما أشرت لك، يعني فهذه المنطقة كانت تعد منطقة استراتيجية لتنظيم داعش مهمة جدا، مو من السهل التفريط بها، كون هذه المحافظة بالضبط بجانبنا من جانبنا المجمع الحكومي، المحكمة المركزية، أضافة للحيصة. هذه الحفرة خلفتها إحدى الصواريخ التي تطلقها طائرات التحالف هنا وسط مدينة الموصل. دمار هائل يعم المكان هنا في الجانب الأيمن منذ بدء العمليات قبل نحو شهر من الآن، ويعتقد أن الأسوأ لم يأتي بعد. رافقنا المقدم علاء في جولة على خطوط القتال المتقدمة. لا تزال هذه المنطقة ضمن مدى القناصة وقذائف الهاون، لكن المقدم أصر على اصطحابنا إلى متحف الموصل الذي تمت استعادة السيطرة عليه قبل بضعة أيام. طبعا هذا هو مكان الثور المجنح الذي يعتبر معلم أثري مهم جدا، يمثل تاريخ وحضارة العراق وحضارة بلاد الرافدين، لكن تلاحظون الدمار كان همجي بشكل رهيب. كان التنظيم تفاخر في أحد إصداراته بتدمير هذه الآثار، مشهد أثار سخطا كبيرا في شتى أنحاء العالم. بأسا تقول ليلى التي كانت تعمل في المتحف إن حجم الخسارة لا توصف. الثيران المجنحة مدمرة بالكامل بالقاعة العشوائية. بالمتحف كان عندنا قطع خشبية رائعة تضم كثير من النقوش والزخارف أيضا اللي تم تدميره واللي تم سرقته، ما تبقى منها هي فقط صناديق الخشب الاثنين. ليس جزءا من تاريخ البلاد هو ما دفن تحت ركام ما تهدم في الموصل فحسب، وإنما الأمل بمستقبل أفضل بعد التجربة المريرة التي عانتها البلاد منذ أعلن أبو بكر البغدادي خلافته المزعومة وما جرته من كوارث على سنة العراق. فراس كيلاني، بي بي سي.